بارك الله لموسى: يا موسى إن فيكم رجلا عصاني 40 سنة وإني لا أسقيكم ما كان فيكم هذا الرجل. فقال موسى: يا رب دلني عليه أخرجه حتى تسقينا. قال: لا، ولكن اجمع بني إسرائيل وقل لهم: يا بيس إن الله منعكم القطر بسبب رجل عصى الله 40 سنة، فيا من عصيت الله 40 أخرج من بيننا. قال: يا رب وأنا يصلهم صوتي 70,000. قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام فجمعهم وقال: إن الله منعنا القطر بسبب معصية واحد منا، فيا من عصيت الله 40 سنة أخرج من بيننا. فصار كل واحد ينظر للثاني يعني، وهذا الرجل الذي يعرف نفسه ينتظر أحد غيره يخرج. فعادها موسى مرة ثانية قال: يا من عصيت الله 40 أخرج، سيهلك الناس إن لم تخرج. ما خرج أحد، فعلم أنه هو المراد. يقوم فأدخل رأسه في جبته يعني تغطى، ثم دعا الله جل وعلا قال: ربي عصيتك 40 سنة فسترتني، اليوم تفضحني؟ اللهم إني تبت إليك، اللهم فاسقنا ولا تفضحني. فتجمع السحاب من كل مكان ونزل المطر. قال موسى: يا رب سقيتنا ولم يخرج الرجل. فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى إنما سقيتكم بالذي منعتكم به. فقال موسى: ربي أرني إياه. فقال الله جل وعلا: يا موسى عصانا فسترناه، أفإن تاب إلينا فضحناه.